لماذا قرر الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر المذيع السابق في قناة الجزيرة الرد على طرده من القناة القطرية بتلك الطريقة بإنشاء قناة تلفزيونية؟ وهل سيكشف الإعلامي المستور والمسكوت عنه بعد أن تحل بالصمت طيلة الأسابيع الماضية؟ ومن يقف وراء تمويل القناة الجديدة؟ لم تكد تمضي أيام قليلة على فصل الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية حتى قرر المذيع المخضرم الخروج عن صمته والرد على ما تعرض له على طريقته الخاصة. أكثر من 26 عاماً من عمره مضت في العمل بقناة الجزيرة القطرية، ولطالما حافظ الإعلامي المغربي على شعرة معاوية جيداً في علاقته بإدارة القناة، وهو الذي كتب بحقها أنه فخور باعتباره جزءاً من تاريخ القناة، واعتبر القناة صرحاً إعلامياً عظيماً صنع تاريخاً حافلاً بالإنجازات التي بدأ يتحمل مسؤوليتها منذ قدم طلباً للانضمام إلى القناة من خلال سفارة دولة قطر في العاصمة المغربية الرباط وفقاً لصحيفة الشرق القطرية. بعد تلك السنوات الطويلة من العمل اندلع خلاف بين الإعلامي المغربي وقناة الجزيرة على خلفية التغريدة الشهيرة التي دافع فيها عبد الصمد ناصر بقوة عن السيدات المغربيات، وبينما طلبت إدارة قناة الجزيرة حذف التغريدة أبى الإعلامي المغربي إلا التمسك بموقفه، وصمم على أن ما كتبه رأيه الشخصي، ولعله استشعر أن ثمة أسلوباً من التحكم والتسلط الذي تمارسه بحقه إدارة القناة. من بعدها أبلغت إدارة قناة الجزيرة الإعلامي عبد الصمد ناصر بأنه قد تقرر الاستغناء عن خدماته. في البداية كان موقف الإعلامي المغربي واضحاً بشأن قناة الجزيرة، ولم يشأ أن يتعرض إليها بكلمات من النقد، وذلك على الرغم من حملات التضامن معه والتي كان أبرزها موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي اعتبرت أن القرار الصادر من إدارة قناة الجزيرة بحق الإعلامي عبد الصمد ناصر تعسف متعمد، واستشهدت النقابة في ذلك بأخطاء إعلاميين لدى القناة تعرضوا للمغرب بانتقادات ولم ترد عليهم إدارة قناة الجزيرة بأية قرارات. بعد أسابيع من صمت الإعلامي عبد الصمد ناصر يبدو أنه قرر الرد بشكل عملي على إدارة قناة الجزيرة، حيث قرر الإعلامي المغربي إطلاق قناة فضائية خاصة به من بلده المغرب، ومن المقرر أن يتم تمويل القناة من شركاء مغاربة وأجانب وفقاً لوكالة الوئام. ولعل مخاوف جديدة تتزامن مع قرب إطلاق فضائية عبد الصمد ناصر، لأن الرجل عمل 26 عاماً في قناة الجزيرة التي باشرت مهام إعلامية معقدة في فترات حساسة من التاريخ العربي الحديث، ولدى ذلك الإعلامي المغربي حتماً المزيد من الأسرار التي يخشى منافسوه أن تكون فضائية جديدة وأن تكون منبراً لترويجها.